لا انا رحت قلت له بلغ علشان اشتكي انا ما يعني ينفعش ان انا اخش ضميرك المركز علشان عليا وصولات امان. يعني انت اللي قلت له على الواقع، قلت له اللي حصل يعني بعد 4 شهور من انقاذ السلام. ايوه ايه اللي خلاكي تقعدي مع الحمام ده بالشكل ده؟ انا كنت ماشيه بالصدفه على برجي على يعني ايه السرعية اللي خلاكي تفكري تحكي له يعني وتقول له اللي حصل؟ عشان حق يوسف يرجع. ضميرك يعني ايوه لو ضميرك صحي يا رنا يعني. وكنت هما كانوا مهددني بعيالي. كانوا بيهددوكي برضه؟ ايوه كانوا كان مين اللي مهددني بعيالي. مين اللي بيهددوك؟ هو قالوا لي لو فتحت بقك هنجيب عيالك قدام عينيك. معاك يا اولاد؟ معايا اتنين. معاك اتنين من السيد ده ولا من لا لا من باباهم من الاولاني. من الاولاني. متجوزة قبل كده؟ ابو ولادي. ابو ولادي. كان عايش. كان بيهددوك بقى عشان ما يسكنش على ابو السيد يعني. انت لو كلمتي لو كلمت هنجيب لك ولادك قدام عينيك. يعني. انت بعد ما طلقتي بقى فكرتي بقى ان انت ايه تكلمي يعني. فقلتي اشمعنى حماده بالذات اللي فكرتي ده بقى؟ لان حماده هو اللي صاحبهم. صاحبهم؟ ايوه. طب لما انت حكيت لحماده وقلت له على اللي حصل يعني كذا وان انا جبت الولا وقعدت ومش عارف ايه وقعدنا 4 5 ايام من غير اكل. لا 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 والله انا كنت باكل الولا ما كانش بينام الا في بيقولوا ادويه ايه اللي لا لا كانوا بيدوا له ادويه يديها له كانوا بيدوا له ادويه يديها له ما كنتش بديها له والله العظيم. مش هي اصلا ممرضه ولا لا؟ امال ايه بتدي الادويه ازاي؟ كنت ما بقول لك كان بياخد هم كانوا بيدوني الحقن ما كنتش بديها له كنت بضربها في المخده. تعرف الدخان؟ امال ولا كان بينام ازاي؟ ما كانش بينام هو يعني كان النوم بيستله في المروحه بتستله بينام. كان ايه؟ كان النوم بيستله بينام. كان من الضعف والتعب. لا لا ما كانش هو بقول لحضرتك كان بينامش الا في ودني انا. لان كان عاطيني الامانه انا. قعد 5 ايام من غير اكل يا رب. لا كنت باكله وكنت بشربه. كنت بتاكله وبتشربه؟ اي كنت باكله وكنت بشربه. انتوا قلتوا له انتوا كنتوا بتمنعوا عنه الاكل؟ والله العظيم ما قلت. انا اللي كنت قاعده معاه، انا اللي كنت في الاوضه معاه، ما كانش حد بيدخل عليها الا انا. انا ليه اللي ما كنت فكرتيش باكله. كده ليه يا رنا يعني؟ ما فكرتيش؟ كنت رافضه طبعا الموضوع ده. كنت رافضه ان هم يعني يفضلوا خاطرين هم يطلبوا من والدي بارز ماريا وكلام من ده. ليه ما بلغتيش؟ ما انا كنت مهدده زي هم كانوا اصلا بيندهوا وبيزعقوا ده البيت جنب البيت تقريبا معلش ما كانش ينفع ان انا اطلع زعق ما كانش ينفع ان انا اطلع زعق لان انا كنت انا ويوسف في الاوضه ما طلعناش. لا يعني ايه اللي خلاكي ليه ما بلغتيش اهليتك ما بلغتيش حد كده؟ ما اعرفش حد فين. ما تعرفيش ازاي؟ والله ما اعرف حد فين. يعني ما كنتش بتسمعي الناس وهي بتنده وبتزعق يا جماعه يوسف فين يا جماعه يوسف مش عارف ايه اللي لقى يوسف وهو كلام من ده؟ ما كنتش قادره تبلغي. انا كنت يا حضرتك انا كنت في صندره والبيت جنب البيت كمان ماشي انا كنت في صندره ما فيهاش الا شبابيك والشبابيك يعني دي مثلا حديد. هل هم كانوا مثلا عاملين عليك مثلا حصار مثلا؟ انا ما كنتش بطلع من الاوضه. يعني كانوا حابسينك معاه؟ مع يوسف ما كنتش بطلع من الاوضه. كانوا حابسينك مع يوسف نفسه؟ ايوه ما كنتش بطلع من الاوضه. وانا كنت خايفه ان ياخدوا الولا يعملوا في اي حاجه. انت اصلا غريبه مش من البلد لا انا مش من الشوام. هو بين الزينه دي وبين الشوام قد ايه مسافه يعني؟ مواصله. يعني مواصله يعني قد ايه كده؟ 2 كيلو مثلا؟ لا لا ممكن نص ساعه او اقل. تقولي ايه؟ نص ساعه او اقل. نص ساعه تقريبا مواصلات يعني؟ اه. فلما اتطلقتي بعدها بقى من اتطلقت انا متطلقه في اخر 12 ففكرتي بقى ان انت تبلغي. طب حماده ده بقى من الشوامي؟ لا حماده من بلقاس. من بلقاس نفسها؟ من الزين ولا من بلقاس؟ لا من بلقاس نفسها من العزبه الحمراء. طب عرفتيه منين حماده ده؟ ايه؟ عرفتي حماده ده؟ كان صاحب اخواتي. صاحب اخواتي. فانت بقى فكرت ان انت تحكي له بقى على اللي حصل يعني. ايوه. طب لما انت حكيت له بقى قال لك ايه؟ يعني كان رد فعله ايه لما انت كلمت؟ ما انا قال لي لو رحت بلغتي هما هيأذوا لك عيالي، ما تفتحيش بقك عشان خاطر هو عيالي. بقى اللي راح بلغ. ايوه. هو بقى اللي راح بلغ فيهم؟ اه. وانت كمان بالمره. ايوه. وبناء عليه بقى قاموا باعتين لك من المركز. من المركز وبدا ضابط رئيس المباحث ياخد ودي معاك اللي هو محمد بن يعني. اه. قعد ياخد ودي معاك يعني. ايوه. حكيتي له على كل اللي حصل. حكيت له على كل اللي حصل. فبعد بقى جاب السيد وجاب على ده. كان السيد هناك. كان السيد هناك اصلا؟ اه. يعني كان السيد اللي هو ايه اللي كان متجوزك ده؟ ايوه. اه. كان السيد موجود اصلا. اه. واقر برضه بالكلام ده.
طب انت لما رحت النيابه رحت كل اللي حصل يعني كل اللي حصل عليك لا ولا حد يكرهك لا ولا حد مثلا هديك لحاجه لا ما كانش في اي اكراه ولا لا يعني انت وكان هدفك ايه بقى من الطرف لما هم قالوا ما بيقولوا انت اللي استدركتيها يا رنا انا؟ بيقولوا انت اللي جبت الولد والله العظيم ما حصل هما اللي خدوه من على البوابه من البوابة. على اللي مسكوه وجابوه من على اللي عند الجراج اي بوابه بوابه ايه بوابه السيد بوابه يعني. السيد هما اللي خدوه اللي جابوا مين بقى منهم علاء الاولاني جابوه لك بقى في البيت جابوه لي لما جابوه لك الجراج بتاعك ايه يا رامي ما فتحتش لا يعني لما جابوا لك انت جايب الواد عامل بيه ايه يعني ولا كان عندك علم بالمخطط اللي هم متفقين عليه لا كان عندي علم بالمخطط اللي هم كانوا متفقين على اساس هم ان هم يدوا يطلبوا منهم مبالغ ماليه في مقابل ان هم يدوا صراحه يعني ولما الولا عرفهم لما الولا عرفهم قال لك هناخد نوديه في مكان ونجيب ادويه تمسح له الذاكره يعني لما عرفهم تخافوا طبعا على نفسهم فقال لك لا احنا ناخده نوديه في مكان ما ونمدحه الذاكره وبعد كده نساهم والده ايوه انت كنت موافق على الكلام ده يا رنا؟ قلت له ودوا الواد لباباه قال لك ايه؟ لان هما كانوا بينزلوا يدوروا معاه كانوا بينزلوا يدوروا معاه وكل حته يروح فيها استاذ احمد وهم يروحوا معاه هما كانوا ماشيين معاه على طول مع والده مع استاذ احمد وانت كان انت انا قاعده مع يوسف في البيت طب انت لما قلت لهم ما بلغتيش قالوا ايه بقى لما انا مع حضرتك ما كنتش خايفه منهم ايوه مش خايفه منهم على نفسي انا خايفه منهم على عيالي وانت كمان مش خايفه على نفسك مش مشكله نفسي بس المشكله عيالي لما قالوا لك ان الولد ماشي والكلام ده ما قالوليش طب انت عرفت ازاي ما قالوليش عرفت ازاي ان هو بعد ما خدوه مني كانوا واخدينه مني يوم الاربعاء بالليل ماشي انت مودي الولا فين قام قايل مودي الولا عند ناس امينه ان هم يحافظوا عليه لان انت بقيتي خطر عليا مين بقى اللي قال الكلام ده؟ السيد اللي هو السيد لان انا قلت مره واتنين ان انا هاخد الولا واوديه ما كنت رافضه ان الولا يفضل موجود في البيت وعايزه تخليه يروح لاهله فقام قايل لي انت بقيتي خطر علينا خدوا الولا يومها بالليل وركبوه في العربية وقاموا واخدينهم ماشيين هو وعلاء ولما جه بالليل قلت له فين الولا قام قايل لي الولا لا هنعرف نوصل له ولا هو يعرف يوصل لنا عشان ما يحصلش مشاكل لأن التليفونات مترقة ماشي بعدها بأربع أيام بالظبط يوم حد لقيت الناس بتصوت في الشارع ويقولوا لقوا طفل غرقان في ترعة يوسف دي تبع السكمون يعني معرفش فقمت قايله له إيه هو ده يوسف قال لي لا ده مش يوسف قلت لمين الكلام للسيد السيد يعني ده يوسف قام قايل لي لا ما هوش يوسف قمت قايله له طيب فهم خدوا عملوا ليوسف الله يرحمه تحليل دي ان ايه لقوه هو الطفل هو المقصود يعني فقام قايل لي انا هروح اخد حقه من اللي قتله قلت له قال لك مين بقى السيد قلت له هتاخد حقه من اللي قتله منك انت انت اللي قتلت يوسف شكيتي فيه بقى على طول ايوه شكيت فيه ان هو قام قايل لي لا مش انا ما اقدرش اقتل روح قلت له طب قول لي انت خدته وديته فين ماشي قول لي انت خدته وديته فين قام قايل لي لو سمعتك تفتحي بقك على الحوار ده تاني مش هيحصل لك كويس هددك يعني هو السيد بس وبعدها بقى ايه الله يكرمك المطلقة كان حصل مشاكل بقى وطلقت في اخر 12 بعدها يعني اكيد على الواقع يعني مع الواقع حوالي هو كان الحوار في شهر 10 بعدها بشهرين الله يفوق اتكلمت انت مع حمادة بعدها بكتير اتكلمت مع حمادة في شهر 1 بعدها بشهر اتكلمت بقى انتقاما من السيد ولا لا ما اتكلمت هو على السيد على ايه حمادة قال لي حمادة قال لي انت مالكيش يد في قتل الولد ده قلت له لا انا ليا عيال عمري ما قتلت طفل انا اللي كنت باكله وانا اللي كنت بشربه وانا اللي كنت بنيمه في حضني يعني عشان حق الولد يطلع عشان حق الولد يطلع ده كان هدفك من انت من الابلاغ يعني
أيوة. انت عايز حقهم حتى لو كان هيجي عليك انت كمان يعني. مش مشكلة بس حق الطفل هيجي. الكلام ده حصل يا علاء؟ والسيد الكلام ده حصل؟ الكلام اللي بتقوله رنا ده حصل؟ انا مش سامعكم، طلعهم لي يا ابني. حصل يا ابني. طلعهم لي. رنا حالة، حالة في مجتمع. رنا حالة في مجتمع. حالة في مجتمع. المفروض إن المشرع يتدخل. رح نتكلم في مجتمع. أنا أرجوك يا رب. لا كل التاني اللي على الأرض. طلع بقى اللي معاه اللي فوق. طيب انا عند دكتور المحامي هاتوا برضه المحامي بتاعكم كده عشان لازم يكون معاكم المحامي يعني عشان انا اسمع فيها ايوه هاجلها برضه عشان الطلب بتاع الاستاذ ده مش قادر هنقوله في الدفاع بعد اذنك مش عارف هو بيدي الطلب ده بس هاجلها لك برضه بالنسبه لحماده بركات ده انا مش قادر كده هاجلها عشان المحامي الطرف لازم بس طب بالنسبه لطلب حماده بركات سيبنا من حماده ده بقى حماده ده هيقول ايه مع هم الناس هو لو اقر بالكلام ده بعد اذنك في واقعه التبليغ بعد اذن عداله المحكمه ايه انا مصدقها خلاص حماده هيقول ايه وهم قالوا حاطين كلامنا انت حماده هيجي يقول ايه شق التبليغ عارفين بايه ما هو التبليغ ده كان قبل كشف الجريمه بعد اذن هي المقصود بايه ده حماده التشكيك في اقوالهم لا حماده في نقطه واحده بس بعد اذنك حماده تيجي على لسانهم هما بس يعني لا في حد من الشرطه جاب سيره ولا حد من شعبه الزياد جاب سيره حماده حماده تيجي على لسانها هي وعلاء بس وحماده قلنا الحماده حماده وبعد كده الشرطه جت خدتنا حماده لو بلغ محمد بالبنا بعد اذن الهيئه الموقره مفيش اعراب عندي في الورق يا استاذ وبعدين ايه انت هو حماده ده هيشكك لك ايه ما هي هتكلمك في كل حاجه ده حماده كان وسيله التبليغ والله اعلم ده حماده ده مين يعني برضه يعني مش هفهم مش هزيره احنا ممكن نروح نوصل الماده 48 بعد اذن عداله المحكمه وهنقولها في الدفاع ولا شغل سري ولا مرشد ماليش انا في القصه انا ليا وقع حصلت ولا لا ما تدخلنيش يا حماده ده المفروض يبقى شاهد اثبات بعدين الهيئه الموقره حماده ده لو الشهاده يا استاذ وهدان لو سمحت بس بس يعني انا عايز اروح لنص الماده 48 وهيبقى في الدفاع بعد اذن الهيئه الموقره. يا استاذ وردان انا هجيب لك الشهاده انا مش عارف انت عايزها ليه. نمره واحد نمره اثنين الاساس دول المحامين المحامي اللي انت بتقول عليه الكلام ده انا كده كده هنجيب لكم محامي النهارده. كل واحد هجيب له محامي واحد. هجيب من احسن المحامين اللي عندنا. ان شاء الله القضيه دي احنا هنأجلها يوم 22/4 القادم ان شاء الله. هجيب امبارح كانت 21 يكون طن يوم 22 يكون المحامين يكون متجانس ان شاء الله ويكون علاء والسيد يبقى المحامي برضه بيجهز الجلسه دي ماشي وكانت النيابه عايزه تقول امر الاحاله ما عنديش مشكله ان انت في امر الاحاله احمد زكي يعني احمد زكي انت معانا رئيس النيابه الكليه نيابات شمال المنصوره مع وكيل نيابه حسام سويرم تتهم النيابة العامة علاء حمادة محمود أبو زيد
السيد عبد الله محمد العرفي، رنا محمد عبد النور محمد، لأنهم في يوم 28/10/2023 حتى يوم 4/11/2023 بدائرة مركز الستاموني محافظة الدقهلية، المتهمان الأول والثاني قتلا المجني عليه الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد يوسف عمدا مع سبق الإصرار بأن اتفقت إرادتهما ورسما مخططا إجراميا لخطف المجني عليه واحتجازه بحانوت المتهم الثاني، وخشية افتضاح أمرهما عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض أدوات حجر أسمنتي وحب، وشد وثاقه وكمافاه، واقتاداه عنوة داخل سيارة شقيق المتهم الثاني إلى مكان مصرعه، وشد وثاقه بحجر أسمنتي وألقياه في مجرى ماء حيا قاصدين من ذلك إزهاق روح، فحدثت وفاته على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية. وقد تقدمت تلك الجناية واقترنت بها جنايات أخرى، هي أنهما في ذات الزمان والمكان آنفي البيان خطفا وأخرى المتهمة الثالثة بالتحيل والإكراه المجني عليه الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد يوسف، بأن استدرجوه لحانوت المتهم الثاني بزعم من المتهم الأول لمساعدته في رفع بعض الأغراض، وما أن أقصوه عن أعين المارة حتى وثقوا أوصاله وكموا فاه درءا لاستغاثته وإمعانا في شل مقاومته، وأعطوه عقاقير مهدئة للتأثير على وعيه وإدراكه، وتمكنوا بذلك من إتمام مخططهم الإجرامي ونالوا مأربهم على النحو المبين بالتحقيقات، وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضى نص المادة 290/1/3 من قانون العقوبات. هذا وأحرز أدوات حجر أسمنتي وحب مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني. المتهمة الثالثة خطفت وآخران المتهمان الأول والثاني بالتحيل والإكراه المجني عليه الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد يوسف، بأن استدرجوه لحانوت المتهم الثاني بزعم من المتهم الأول لمساعدته في رفع بعض الأغراض، وما أن أقصوه عن أعين المارة حتى وثقوا أوصاله وكموا فاه درءا لاستغاثته وإمعانا في شل مقاومته، وأعطوه عقاقير مهدئة للتأثير على وعيه وإدراكه، وتمكنوا بذلك من إتمام مخططهم الإجرامي ونالوا مأربهم على النحو المبين بالتحقيقات. وعليه فإن النيابة العامة تطالب بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة مع الاحتفاظ بحقها في إبداء المرافعة الشفوية عند طلبها. متابعينا الكرام، زي ما حضراتكم تابعتوا معانا هنا في جلسة أول جلسة للحكم على قتلة يوسف الطفل اللي عمره 11 سنة، زي ما حضراتكم شايفين والدته في حالة من الصدمة هنا وحالة من الوجع بعد سماع شهادة يعني اعترافات المتهمين بأنهم عزموا العزم وأنهوا حياة يوسف بطريقة بشعة جدا. ده والد يوسف زي ما حضراتكم شايفين، وطبعا بسبب عدم وجود محامين قرر سيادة المستشار انتداب محامي للدفاع عن القتلة لاستكمال القضية. ام يوسف قولي لي كده، تعديني ثانيه واحده،
بيتكلموا يا ولاد يوسف يا ولاد بعد ما سمعت الاعترافات المتهمه حسيتي بايه؟ قولي لنا بقى. بيتكلموا مفروض ده يوسف يا ولاد ده يوسف ده يوسف ده يوسف ده يوسف يا قلب المي يا يوسف. مش حاسين بالندم؟ هما ده مفيش عندهم دم، ده ما عندهمش دم يا ولاد، ده بنكلمه كأن مفيش حاجة كده. وقولوا رحتي ايه على أقوال رنا؟ رنا برد وتقول لك أنا كدابة. طبعا كدابة دي تقول لك أنا ما دايم حضنك مني يا كدابة. يوسف ابني ما بيفهمش حاجة. اتفاجئتي باللي سمعتيه رنا النهاردة؟ اتفاجئتي؟ مش مصدقة كلامها دي. كدابة ده بتدافع عن نفسها هي والقصد اللي جايباه ده أهو. بتحاول تبرأ نفسها وتبرأ نفسها وتبرأ نفسها وتبرأ نفسها وتبرأ نفسها. يوسف ده يوسف كبير ويوسف هبال، هو صغنن هو طفل رضيع ده ابني ما بيفهمش. عارف إن هو مخطوف ومسروق. تقولي لها إيه النهاردة؟ تقولي إيه بعد اللي سمعتيه منها؟ لا أولاد لا اولاد هيترد لها في اولادي. ربي حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ده هل ده يشفع لها؟ لا ما يشفع لهاش لانها هو كانت قدامها، كان قدامها ما اتكلمتش ليه. هي اللي صدقتيها ان هي قالت ان هي اللي بلغت عنهم؟ ما قد هي كدابه مكدبه في كل اللي بتقوله، معتقده ان هي بتحاول تستعطف الجميع. ايوه هي كدابه لان كان قدامها يوسف، قدامها يوسف من اول لحظه ما اتكلمتش ليه. كان قدامها وقت ان هي تبلغ، كان قدامها وقت اتكلمت لك. مش عارفه ده اللي كانت قالت ان ضميرها صحي بعد اربع شهور. ايوه ده مراته ما اعرفهاش. ده مراته صحي بعد اربع شهور. يا اصل ده لما السيد طلقها ورماها فهي حبت ان هي تعمل كده بس وخلاص. انتقاما من طليقها، انتقاما منه يعني، انتقاما منها. لكن هو من العيله، لكن مش استعطافا بيكي انت. بجيب حق يوسف، حق يوسف من اللي تجيبه. هو كان قدامها يوسف حي اصلا وتجي بتيجي كنت باكله في حضني. لا والله العظيم لا، دي كدابه، دي كدابه. ما اكلتوش. بتحاول تهرب من قبل المشروع. حاجه ما كانهاش. هتقولي لها ايه النهارده بعد اللي هي قالته ده كله؟ انها محتاجه يوسف فيه ما يتسمعش فيه النداءات بتاعه. لا يا متابعينا الكرام، زي ما انتبهتوا معانا النهارده في دور جلسه الحكم على قتله الطفل يوسف اللي عمره 11 سنه اللي اختفى فجاه اثناء ذهابه للدرس. وبعد اختفائه والدته بلغت والده اللي مسافر الكويت وقالت له احنا مش لاقيين يوسف. نزل على الفور وبدا رحله البحث على يوسف، وللأسف الشديد بعد رحلة بحث استمرت حوالي 10 أيام تم العثور على جثمان يوسف في المياه مربط بحجر وللأسف الشديد متوفي. وكان في لغز كبير جدا استمر لمدة 4 شهور. مين اللي قتل يوسف؟ مين اللي أنهى حياته للطريقة البشعة دي؟ لكن الحقيقة والمفاجأة لهم إن تم اكتشاف إن ابن عم ده كان تحت الارض ولا تحت الارض ولا حاجه؟ ده الدور الثاني. شفتيها وقت ما كنت بتبحثوا ام يوسف؟ كان عندها وقت ان هي ممكن تنقذ يوسف. ام يوسف كان عندها وقت ان هي تنقذ يوسف. 5 ايام تقدر تنقذ. 5 ايام كانت تقدر تنقذ يوسف. متابعينا الكرام بشكركم على حسن المتابعه. مشاهده بشكركم ولا لا.